لو خدت بقى ساتوريشن ريكفري بالس سيكونس، ساتوريشن ريكفري ده بيعمل لي ايه بالظبط؟ اللي بيحصل ان انا بستنى يعني لونج تي ار علشان يحصل لي كومبليت ريكفري للايه؟ كومبليت ريكفري الماجنتايزيشن بتاعي في في زي دايركشن. يعني انا لو ابتديت من هنا هاخد تي ار طويله جدا، بحيث ان انا تقريبا يبقى الماجنتايزيشن بتاعي ايه؟ مش بعيد عن الايه؟ عن الماجنتايزيشن دوت. اوكي؟ ففي الاخر لو انا عملت كده وباخد برضه تي قصيره برضه عشان يبقى الاف اي دي بتاعي باخده من الاول خالص. فيبقى معنى كده وبصيت على قيمه الماجنتايزيشن بتاعي او قيمه الانتنسي بتاعت السيجنال بتاعتي، يعني عند النقطه دي عند تي ار وعند 2 تي ار وعند 3 تي ار وهكذا، القيمه بتاعت الدي ماجنتايزيشن في النقطه دي قبل على طول الار اف بالس اللي هتتحط، اللي هي الار اف بالس الثانيه دي هتتحط او الثالثه او هكذا، قيمه الماجنتايزيشن في النقطه دي وفي النقطه دي وفي النقطه دي هي اللي هتحدد لي بالظبط قيمه السيجنال اللي جايه لي هتبقى كام. يعني القيمه بتاعت السيجنال بتاعتي دي هي مقابله للنقطه دي كام، وقيمه السيجنال بتاعتي اللي هنا مقابله للنقطه دي كام وهكذا. فلو انا بصيت على القيم بتاعتي هلاقي ان هم فعلا مش مختلفين عن قيمه السيجنال في الاول خالص اللي هي الام نوت بتساوي كام. فمعنى كده لو انا استعملت ساتوريشن ريكفري بستعمل لونج تي ار وبستعمل شورت تي اي، وبالتالي انا بعمل حاجه تبقى عباره عن بروتون دنسيتي ويتد ايمجينج. يعني بيسكلي السيجنال اللي جايه لي مش هتعتمد خالص عن على قيمه التي ار، على قيمه التي 1 بتساوي كام، لان انا بعمل لونج تي ار يعني هريكفر كل الماجنتايزيشن ريجاردلس هو التي 1 بتاعته بتساوي كام، وهاخد شورت تي اي يبقى معنى كده تي 2 ويتنج مش هيفرق معايا لان انا خدت تي اي قصيره جدا، فمش هتفرق معايا قيمه التي 2 بتاعت اي واحده من التيشوز الموجوده بتساوي كام.